نجيب الشابي ليمثل اليوم أمام قاضي التحقيق فيما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة. عنا كثير نجيب الشابي، نسمع محامي سمير ديلو شنو قال ونرجع للبلاتو. عدد المحامين اللي تم إحالتهم واستدعائهم في المدة الأخيرة أكثر من عدد المحامين اللي تم استدعائهم ممكن من اللي تأسست الجمهورية التونسية. ما ينجمش واحد يبدل هيئة الدولة بتدوينة ولا بتويت، وإلا وقتها نوليو قاعدين نهونوا ونتفهوا في دولتنا لا قدر الله، لأنه الدولة الكبيرة العريقة في التاريخ هذه ماهيش قشة في مهب الريح باش يجي واحد يعمل تدوينة يهدلها هيبتها ولا هيئتها. ما نجيب الشابي لا ورد في كلام، لا دوبل اكس، لا تريبل اكس، لا شفوف روتيكس. القانون ما يعاقب الاعتداء المقصود به تبديل هيئه الدوله. دونك هالكلام هذا علما بانه المؤامره ما عندها حتى علاقه بقانون الارهاب. راهو القانون التونسي المجله الجزائيه تعاقب على التامر، ماناش محتاجين قانون الارهاب. ثم 10 قضايا نتاع تامر، سيد احمد نجيب الشابي موجود في التامر سيزون واحد. انا هيك غازي الشواشي فيها جوهر وغازي الشواشي والازهر. البعض يعتبر وقوف نجيب الشابي ومثول نجيب الشابي أمام قاضي التحقيق في علاقة بقضية التآمر منعرج. اليوم يقول لك نجيب الشابي ماهوش نمبورتوكي، الرجل الذي عارض بورقيبة وعارض بن علي و اليوم يلقى روحه أمام قاضي التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة. ما عندناش كالعادة مالوريزمون خلفية القضية، ما عندناش تفاصيل، العنوان ثقيل، التآمر على أمن الدولة. باش نجم نقول واحنا ننتظر مآل التحقيق اليوم، خاطر هو قال لأحمد نجيب الشابي أنا ماشي باش نحقق وما زوز فرضياتي، باش نروح لداري باش نمشي بحذا أصدقائي وخويا. بلاش بنقولوا كي ربي يفرج على البلاد وكا وش نقولوا رفيق، معناتها تولي عبث انه نجيب الشابي بعد كل راهو تنجم تقول تختلف مع نجيب الشابي، يختلف معاه قد اللي تحب، ما يعجبكش ما توافقش مع افكاره، تراه انه هو كان ما تنتخبوش جزء من مسؤوليه، ولكن انه نوصلوا. انا بربي ما نحبش روا جزء شنو هو الراجل عمره محكم ما عملش ايش إيه من جزء اي ليه ممكن الشعب يمشي في كل الخوذه والتخميره. نحاولوا نوقفوه شوي، راهو نجيب الشابي ما محكمش، معناه شد ما نعرفش قداش وزير في الحكومه الاولانيه بتاع ما بعد الثوره وانتهى، ومن بعد لم ينتخبوا الشعب وقعد ديما في المعاذة من اول ايامته. دونك ما نجموش نحملوه نتيجه ال 11 سنه اللي مرينا بها. تحط الناس كل على بعضها ال 10 سنين هذه، ولكن هذا راهو ماهوش موجب للايقاف، ماهوش موجب انه تبعوا العباد، نجموا نختلفوا معاه. اغزر معناش تفاصيل، احنا محمود ديما نحاول نكون اوبجيكتيف. يا رفيق ما تنجمش تكون اوبجيكتيف في ما شنو التفاصيل، شنو تامروا عندك ملف ما نعرفش. يا ودي تو تتصور هل انه تتصور صحيح انت تنجم تجاوب على النقطه هذه، خاطر انت تعرف احمد نجيب الشابي، انت مخالط وانت كنت في نفس الحزب معاه، تتصور انه نجيب الشابي وعرفته في وقت ما وخرجت وتعاركت معاه خرجنا من البي دي بي، ولكن هو معناتها عنده مواقفه عنده ورجل محترم يا اخوي تحب ولا تكره. اليوم هل انه تتصور هل موقفين الكل باهي ميسالش، خلينا ما هي التهم اليوم اللي موجهت لهم؟ تآمر كبيرة كما قال سمير ديلو، الإشكال إلى حد هذه الساعة راهم عايتوا لهم شو سمعوهم، راهو مشكلة راهم عندهم توا، فما عباد عندها 4 شهور توا وما عايت لهاش حاكم التحقيق باش يبحثها، حتى باش يبحثها راهو هذا الإشكال يا رفيق. والله احنا ماذا بينا تكون فما معناتها القضاء فوق الجميع، فوق نجيب وكلهم، ولكن إذا فما تهم ثابتة يخرج النيابة العمومية تصارحنا بهم، تصارح الشعب. هل أنه اليوم وقت اللي تتحدث هو يقول لك الفيرسيون الأخرى، يقول لك سرية التحقيق، وكي نخرج أنها كترى بعد أشهر أو بعد قديش من أسبوع وأشهر جاءوا أسماء جديدة ولينا نحقوا معهم. دو كان يقول لك ما نخرج نتكلم إلا ما تبدأ عندي صورة كاملة، رغم أنه الكلام هذا مش مقنعني أنا واحد من الناس معنا، ولكن هذه الفيرسيون بلوز ومو الرسمية معنا فيرسيون رسميه، ما راهو ما نتاع الناس اللي دافع على الاقل اي ما راهي ما هيج ما تجدش على اي واحد مخه عاقل يرى انه العباد اللي عارضت الـ السلطه الحاكمه الحاليه الكل هزيناهم
وعمل لهم قضية تآمر رفيق. يقول لك مش الكل محمد عبو البرا عبير موسي البرا كيف باش نقعدوا هكا كيف باش نكملوا على المعدل في منطق الناس اللي تدافع معناها انا نقول لك كيف باش نكملوا على المعدل تو كل شهر راه واحد اليوم نجيب الشابي بعد غدا الجمعة جاية محمد عبو بعد سامي عبو بعد بشوية بشوية راهي تبدا تضيق راهو أغزر والله كان نحبوا نبنيو هالبلاد على أسس صحيحة يزيونا ما راهو هذه في الاخر في الاخر ما يوصل لشيء ما يوصل كان للنقمه وما يوصل كان للحقد ما يوصل كان للكراهيه ما يوصل كان للاقتتال ما يوصل لحتى شيء حبوا بنيو بلادنا نبنيو بلادنا يد في دين بعضنا نختلفوا مع بعضنا انت عندك راي وانا عندي راي وبعد اعمل ايش تحب انت تحكم في نهايه الامر تعتبروا منعرج في علاقه التامر بامن الدوله سونيا هو المنعرج بدا له مده للتحقيق مع احمد نجيب الشابي المنعرج في الساحه السياسيه يمكن اكثر من وزن شعبي مالوريزمون للرجل خاطر هو عطى برشا لتونس ولكن ما نجحش معناها ما نجحش الشعب ما انتخبوش ما خذاش ما عندوش الشعبيه ولكن في الحياه السياسيه عنده الوزن نتاعو احمد نجيب الشابي ذلك الرجل الذي يحظى باحترام نسبه كبيره من الفاعلين في السياسه يلقى روحه اليوم امام قاضي التحقيق بتهمه التآمر على امن الدوله هل هو منعرج؟ المنعرج بدا ليه مدة المنعرج بدا وقت اللي شدينا الناس حطيناهم في الحبس وبدينا نبحثوا على التآمر خاطر تحت مسمى التآمر على أمن الدولة اللي تنجم تقول إيش تحب اليوم بشهادة كل المحامين اللي نوبوا في القضايا ما فما حتى شيء حطيناهم في الحبس حطينا شيء مع عيسى في الحبس حطينا عصام الشابي حطينا غازي الشواشي حطينا الأزهر العكرمي حطينا جمهور مبارك حطينا رضا بالحاج حطينا 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 ناس قاعدة قابعة سجن على ضوء ملفات خاوية من أي دليل على التآمر تو تآمر بربي فهموا للعبيد هكا بالفلاقي تو أنا ومحمود نتآمروا عليك رفيق مش نجيو نقولوها في الميكرو وانا نتأمر والغادي في الدورة ما يسمعنا بالتوشويش حتى حد الناس هذوما متهمين على ضوء التصريحات على مقابلات في العلن على ناس قابلوهم على ناس شربوا معاهم قهوة على ناس مشيوا معاهم للمطعم فما واحد يتأمر في العلن أحمد نجيب الشابي ليس في حاجة للتأمر ما نتفقش معاه في اختياراته نجم ما نتفقش معاه ما تمشيش انت يا سيدك في كرهنا للإسلاميين وحكم الإسلاميين وحكم النهضة واللي صار فينا الكل بيخويا جي أنت أحمد نجيب الشابي وما أدراك كرهنا كلمة مش بيه مش نحكي لك فما ناس فما ناس عايشين بهذية عايشين يا أخي سمحني أنت سلطة فيش قاعدة تستثمر قاعدة تستثمر في الكره نتاع الإسلاميين ووقف رجل الغنوشي ينصفقوا نصفقوا نصفقوا هذوك متأمرين ينصفقوا شعب فرحان فرحان على المعاناة اللي صارت عليه 10 سنوات دونك اليوم قاعدين نتغذيو من شيء هذية أحمد نجيب الشابي عدى عمره هو يناضل ملي وعيت وليت نفهم وليت نقرأ جريدة الموقف ووقت اللي تقرأ جريدة الموقف يعاد بن علي تقول سبحان الله فما شكون في البلاد هذية تحت وطأة حكم بن علي الظالم ينجم يكتب الكلام اللي يتكتب في جريدة الموقف عمره ما استحق أنه يتآمر لأنه يبدي المعارضة متاعه في العلن بالكتيبة في جريدة تتباع في الكيوسك مرة تخلط عليها مرة ما تخلطش عليها خطر تتلم قبل ما يشريوها لكن أحمد نجيب الشابي آخر واحد تنجم تقول أنه يتآمر على أمن الدولة ليس في حاجة هذا راجل يخرج ويقول ويعلن عن معارضته للسلطة ننتظر قادم الساعات ستحمل معها الحقيقة في علاقة بمثول أحمد نجيب الشابي السياسي والمعارض على الدوام قدر أن يكون دائما معارض أحمد نجيب الشابي أمام قاضي التحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة هو المعارض الإسلاميين وقت اللي وصلوا احنا ما كنا معاه قال يودي هذوما راهو باش يهزونا الدراويين واحد ولكن وقت اللي جاء الوقت انه قاعدين يتظلموا نوعا ما وقف وقال كلمة الحق اما اللي يتصور ما تخلي العباد تعرف خاطر توا التهمة اللي يتصور انه نجيب الشابي يتوافق ولو 1% مع الاسلام السياسي اليوم راهو ما يفهمش في السياسة راهو مع الاسف هذي اللي قاعدين نراو فيه عبث يا رفيق عبث كبير واضح واضح